ما ابويا عمره ما كان عنده اي جنسيه غير الجنسيه المصريه. ولد في الاسكندريه 1903 ومات في الاسكندريه 1982. وجدي هو الذي جاء من الشام في اواخر القرن التاسع عشر 1870 و80 حاجه زي كده. وفي ده كان المصريين والشوام واللبنانيين والفلسطينيين كلهم اسمهم رعيه عثمانيه، يعني تابعين للدوله العثمانيه، بيتنقلوا في انحاء الدوله العثمانيه زي ما هم عايزين لانها دوله واحده. اول قانون جنسيه اللي صدر في اواخر القرن التاسع عشر ولم يطبق، ثم عد من في 1926 و1928 الى قانون السري حاليا الصادر سنه 75. جميع قوانين الجنسيه بتقول انه اللي كان مقيم على ارض الاراضي المصريه في نوفمبر 1914 هو ده المصري، هو ده المصري الذي يعتبر مصريا بحكم هذه القوانين. فأنا جدي رحمة الله عليه كان مقيم على أرض مصر من أواخر القرن التاسع عشر وتوفي سنة 1948، وبالتالي توفي وهو مصري. لا أنت مش القضية، هي الوالد هي القضية. لا ما أنا لازم أشرح يعني لك، يعني حضرتك بتقول إنه الوالد إن الوالد كان موجود. لازم أشرح لك الأمر عشان تعرفي نعرف اللي عمله الأستاذ رامي لك عبد الفهم. اتفضل. جدي توفي في الاسكندريه سنه 42 وهو مصري الجنسيه، وابويا ولد في الاسكندريه مصري الجنسيه، ومات في الاسكندريه سنه 1982 مصري الجنسيه.